فيها ودنا نختم بشيلة إهداء لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة شباب. يا سلام عليك. كلمات صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل نسأل الله عليه الشفاء. الله يطول بعمارهم جميعا. يقول لا بأس يا صقر الرجاجيل لا بأس أقولها عني وعن باقي الناس، أقولها عني وعن باقي الناس. تراك من تاب مثل غيرك بعيني، أنت الفخر والمجد للعز نوماس، أنت الفخر والمجد للعز نوماس. وانت الذي عند النوايب نجيله، وانت الذخر للناس يا طيب الراس، وانت الذخر للناس يا طيب الراس. سلمان بن عبد العزيز انت خيبه، شيخ صليب الراس في ساعة الباس، شيخ صليب الراس في ساعة الباس. ولا باس يا صقر الرجاجيل لا باس أقولها عني وعن باقي الناس، أقولها عني وعن باقي الناس. صح صوتك، صح لسانك، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. نسأل الله أن يمن على سيدي خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل، ونيمد بعمره على الطاعة والصحة.